نحن اليوم هون عضوي كوفيد، منظمين وقفة قدام الوزارة الأولى من الساعة 7:30. الوقت ترك الساعة 12 والله 11:30. بهذه الشمس الحارقة وفي ذا الشهر العظيم، احنا ذاك 3 أشهر كانوا عندنا عقود وفاو نهاية السنة الفايتة، وفاو ترانتيان دوز ديمي الفنتروا ديمي الفندي، وجرت العادة أعلننا نتم ونشتغل في أماكننا طبيعة الحال باستشارة من الوزير الوصي وزير الصحة، لأننا نتم في أماكننا وفي مؤسساتنا لغاية ما يجدد الكونترا. آخر لقاء مع الوزير كان الأسبوع الفايت والله اليومين الفايتين، وكان الحقيقة لقاء مخيب للآمال، لأنه يبدو أنه كان فيه، احنا أطلعنا على أساس مستمر في مؤسساتنا على أساس على أنه لا يجدوا لكونترهات، والله لا يعدلوا لنا كونترهات أخرى حتى ولو كانت الصيغة الفائتة، والله الصيغة السابقة غير قابل للتجديد مرة أخرى. نطالبوا الوزير ونطالبوا اللجنة المعنية بكوفيد بلفتة كريمة منها في صون حقوقنا احنا بعمل عقود عمل دائمة العقدوية كوفيد، هو اللي مطالبين به. وضعيتنا الحالية كما قلت لك نشتغل في المؤسسات غير نشتغل بدون كونترهات، كما دائما تخلق ما قد تعدلوا لنا كونترا يكون في نهايته دائما نوقعوا لكونترهات، مثلا 6 أشهر نوقعهم لنا 6 أشهر احنا نشتغل بدون كونترهات، يا غير في الآخر نوقعهم. هذا هو اللي سنت عليه العادة وتصرفنا عليه بهذيك الطريقة، وبالتالي اللي مطالبين به عمل عقود العقدوية كوفيد لياك تعود الأمور قانونية ويشتغلوا في الطريقة المريحة والطريقة اللي طبيعية. هذا هو اللي مطالبين احنا به. نحن هذا جميع عم نهدي وزارة الصحة بجميع تخصصات، أطباء عامة، صيادلة، بيولوجيين، أطباء أسنان، ممرضون بقابليات، ممرضون طبيين وممرضون دولة، وعمال نظافة جميع التخصصات، مهندسين طبيين، طاقم طبي متكامل قبضنا وزارة الصحة 8/2020 نكسى عنا متحدية بين كوفيد للواجهة قدام كوفيد، واشتقنا في زمن كوفيد وعدنا 5 كونترهات عبارة عن مقدمي خدمات كلهم 6 أشهر 6 أشهر والآخر منها 5 أشهر، يعني عاد جان في السنة ديام 2023 وفي آخر كونترهن، وقابلنا مع عند الوزارة عن كونترهات نوفا وعنا ما تنا عندنا حق في أي شيء وشنو هو، عنا كنا مقدمي خدمات زمن كوفيد وعن كوفيد وفوق. لذلك نطالبوا من المنبر بحقنا، نطالبوا رئاسة الجمهورية ونطالبوا رئيس الدولة ونطالبوا الوزير الأول بأنهم يدخلوا حلونا مشكلتنا هذه. من الساعة 7:30 احنا وقفون معديهم وقفة في ذي حر الشمس وذا رمضان في الصوم قدام الوزارة الأولى ويواجع بدون أي تعليق، وعاقبنا عدل الوقفات قدام وزارة الصحة، وعاقبنا اجتماع مع وزير الصحة لنهارين قالنا عن عقودنا ووفات وعنا ما فينا إيمة تشيس وشنو هو. لذلك احنا مناشدين الرئيس والدولة بتدخل في حل مشكلة نهاية جميع عمنا العمال اشتغلت من الزمن وخدمة الوطن في الزمن مواطنين وأولاد موريتانيا وعندهم شهادة في المجال، وفي النهاية وقابل بيطرد وينقلهم ما عندكم حق شيء ولا عندكم إيش وشنو، ومعادلين اعتصام هون قدام الوزارة الأولى ينتهي حل مشاكلنا إن شاء الله.